شغال واحيانا معطل وينك ابن الحلال جاكم سنان بشحم ولحمه لشتيت مشوار سجل رقمه الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ما شاء الله ما شاء الله. وائل كم متأكد انه هذا الفندق حق ناشر؟ ايوه اقول لك صفية عطتني هذا العنوان، مش معقول يكون مش هو. بابا يا ناشر سبلا لك مغسلة وكافتيريا وفندق ومحطة مجلس وحجار ما شاء الله. هادونا اللي اغتربوا هنيت عليك يا صفية، مش زي اللي معي اغترب ورجع بدبتين مي زمزم. مو قصدش مكانك. ايوه انا قد نعرف حظي، مش كل ما نغترب مغسل وتمحط وتكفتر وتفندق. الله يقلعني يوم ما اجى القاضي وقال لي هل تقبلين الزواج به، واني دوخت وقلت ايوه، كان المفروض ينكسر لك فيه قبل ما هدر. ملا وساماتي سحرنك قصاصة واحمى قالي غاتي بحونا وناشر وناشر ناشر هي تدخلين. ما شاء الله الرعب حقك يا أهلنا ناشر. شو الفخفخة دي يا ناشر؟ ما طاقة للمطعم. تعال شوف تعال هذا كاتو. وين المدير ناشر يا مدير؟
الله يشلك انت وابوك. يا اهلي لنا يا مدير، يا مدير ناشل. اهلا 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 بالمدير ناشر، اهلنا وحبيبنا. عارف ما عرفكنيش. من انت؟ مش سعيد. مش سعيد من؟ ها ركز. ها ها ما ركز ما ها يجيني انا ما بنصور مسجون. ها كنت تبصرني دائما من هنا. ها انا قلت حلو عندي ولا ما هو خلاص. ها ها يجينا لنا. ها عرفكني مش سعيد. مش ادمان يا جني، مالك انت هكذا؟ صل على رسوله. ها وكذا. ها ها ايوه كذا عرفتك. من؟ الشاورما حق المطعم السوري. اقول لك عرفني سع الناس. ها 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 يا اخي ما عرفكنيش. يا جني من انا اعرفك؟ من انت؟ خلاص ما تعرف. من انت قول لي؟ انا مسعد. 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 ايوه مسعد. من؟ خلاص اذا ما تعرفنيش اتعرف لطيفه زوجتي. وانا من اعرف لطيفه زوجتك؟ قال انا فاهمك. اصلا زوجتي لطيفه بنت عمه جده صفيه. صفيه من؟ صفيه. من هي صفيه يا جني؟ صفيه زوجتك. انت مسعد. انت مسعد. ادخل ادخل ادخل. اين ادخل؟ قد احنا ندخل كلها. وين ادخل؟ اهلا بالله. اهلا باللي معه في الدقن. خلاص سمع. اهلا باللي معه في الدقن. خلاص خلاص اعوذ بالله من الشيطان. سلم على عمو. هذا عطيه ابني. طبعا انا يا عطيه. خلاص اعرف يا ابني. قلت سلم علي ما تاكلنيش. كل سنه مع هذه العائله. حياكم الله. ايوه لما شكله مبهذل كذا والاداه هذا. ايش اللي لابس له؟ وبعدين انت تشتغل بيدك؟ صفيه قال لي انك انت صاحب الفندق والمحطات. صفيه قالت لك مني صاحب الفندق والمحطه؟ ايوه. إن صفية قالت لكم هكذا؟ أيوة. الله يسامحك يا صفية ولا تخفي حاجة. أنت قلمش. أيوة حياكم الله. الله يحييك ويسلمك ويعافيك. أيوة وأقدر أتمشوا ذا الحين صح؟ لا والله إحنا قلنا يعني الملاواحم. دقيقة داي. لا لا الملاواحم ما قدرناش نصبر. قلنا يرتاح عندك يوم يومين كذا أربع سنين خمس سنين. ترن قرناي. الدنيا بالنور ليش الاستعجال؟ حقنا وحق عمنا وبن عمنا وبن خالتنا. أيوة قالت صفية صح؟ أيوة. صافية. شوف الناس. شوف يشتغل بيده عشان يوفر أجرة عامل. مش زيك يا فاشل مكنتني يا تهنجمة وقرحت الضمان. سيادة المدير ناشر مدير الفندق أستاذنا. لن يا محمد جاي سمعناه. حبيب يا مدير. عامل يا مدير؟ الله يحييك. هتبطنا امتى بقى مدير؟ احبطك بعدين. سر كلك كرتون رودي ولا خمس علب فول ولا طبق باي. تمام بعدين. ربنا خليك لينا مدير على حسابك يا مدير. ها منهي سلم يا محمود. خلاص حبيب يا مدير. سلام عليكم. يا مدير الله يحييك. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا بالضيوف. يا حي يا حي. اجل ندي لكم في معنا غرف في اي بي، في معنا اجنحه ضخمه، في معنا حاجه ضخمه. ايش طلبكم؟ قول لك ايش دخلك؟ احنا عند المدير، احنا ضيوفه. يا ويلك من الله، حتى ده الشيبه المكسر شغلته معك؟ نقد انتوا دارين يعني انسان لازم يعمل خير في حياته، واحنا نشغله لجي يحصل لقمته ولقمه عيش اولاده. من هو؟ هذا ناصر. تمسك شغلك يا ناصر. خلص ولا يهمك. امسك لهم ادي لكم غرفه ولا ضيوف. هذا ضيوف عندنا جو الفندق. تمام امسك لهم احسن غرفه. ادي لهم احسن غرفه. عاشوا. ايوه عاشوا. سريع يلا ونمسك شغلك زي الناس. احنا ضيوفك. انا اعمل ضيوفك وعيني وراسي. صفيه قالت وخلاص ما نعرف. صفيه ضيوف. صفيه ضيوفي. ضيوفك. صفيه. اي صفيه. تفضلوا. يلا يلا تعالوا بعدين. كلها شنا. احنا ضيوفك. كلها شنا. يلا يا ماما. جنده ثانيه. هاي جني. تفضلوا تفضلوا. نورتوا نورتوا. اهلا وسهلا. تفضلوا اروح اجيب الشنطه الثانيه. الله. تقول تقول يا ناشر ما شاء الله. هذا الشنطه الثانيه. هنا لو سمحت اطرحها. على طول. يلا شكرا. قصه السر عمي ناشر غالي. ايش رايكم ترقدوا في الهنجر؟ تبغوا تطيبون ان شاء الله. ايش رايكم؟ تمام ان شاء الله. ان شاء الله انواع من الاشياء هكذا ولا فرشينهم في القاعه على طول ان شاء الله. ما خذوا راحتكم. الفندق ما معنا ريال. ما فيش قوم يا بني. قوم من هناك. اكتسر. قوم من هناك انت. يلا يلا خذوا راحتكم. المدير ناشر. اين المدير ناشر؟
ها؟ أنا عامل عندك ما؟ يا عم صفية والله إني صفية يا عم ناصر. ما دخلني أنا من صفية. صفية يسترني الله يسترك يا عم ناصر وبعدين سهل هو يوم واحد ويروحوا. ما دخلني أنا في الموضوع هذا ذحين أنا المدير هنا ولا أنت؟ هم فاهمين إن المحطة حقي والفندق وبعدين أنت ما يضرك أهم شيء يعني يدفعوا الحساب. أيوه. خلاص أهم شيء يدفعوا الحساب. أنت ما دفعت الحساب؟ وإذا ما دفعوش الحساب قيدة على حسابي. من معك حساب؟ ولو قيدة على حسابي. أمرنا إلى الله. أهم شيء المدير. تمام ها بعدك. يلا سنشوف شغلك. والله لا نقص عليك من اللي فات. ناصر. ناقص أجرب يعني. ساعة عملك يلا. شفت الناس كيف؟ هو المدير ويشتغل بنفسه. عقلية تجارية. ترجع تقولي ما فيش رزق. تعلم الشطارة. هذه مش شطارة. إلا شطارة. أقول لك هذه مش شطارة هذا رزق. والله شطارة. وأنت جلس وشوف الناس كيف تجمع فلوس. تفهم؟ أقول ليش هذه كل بيس غربة. يحلم الله ناشر مهبل له من هبلة. دور عدار دور. بني. جس قف. قلت المجاز لا تبع سيست العب. تدرنا هذا عدو حق أهيلنا. إحنا ضيوفه. لا مال التغذية هذا. ها صفية. ألو ها ناشر وصلوا. إيوه وصلوا. الله يحفظك يا ناشر. اهتم فيهم مثل ما عيونك تمام. لأن هذه هي بنت خالة عمتي. وهذا زوجها مسعد. لا منو مولا بنت خالة عمت أمش يعني من أين مولا ما نعرفه من أين جو لنا. هؤلاء بيقربوا لي من بعيد. وليش قلت لهم أني صاحب المحطة. هاو ما تشيني أقول لهم. وانا بين افتخر فيك وبين ارفع راسي فيك عند الناس كلهم. يا جني لا تفتخري بي انها تفتخري بي واحنا بناء. انها سهل يا ناشر. اهم حاجة لا تبخس بوجهي. بيض وجهي عندهم وارفع راسي بالسماء. مش هي بيض وجهش لكن انا وجهي يسود عند العم ناصر. يعني تشتي يضردني ولا يحرمني من العشاء. ليش تعملي بي هكذا يا صفية؟ لين مهما فعلت وبعدها ما تشيني اقول لهم انك عامل. اقول لهم عامل. العمل ما هو عيب. وبعدين لا تكوني خفيفة حق. الله 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 يا استبصر التلفزيون المال السعيب يعلم السرقة. يا حاج قولي لا انت ما انتش حق شغل. قولي وانا خلي المدير ناشر يقاعدك ويدي لك حق الروماتيز وحق الضغط. ناشر ها؟ ايوه خليه يطردك. نعيني يلا خلاص اتحاكي جمعنا خلي ما نشعى حاكي. يلا قم نظف الحمامات نظف الغرف نظف السيب نظف قم يلا على طول يلا يعني يقرب لكم قلت لي ايوه اهيلنا والفندق هذا حقنا. الشي يرجع الفندق سعراسك هكذا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الفندق اعجبك؟ والله الفندق تمام ما شاء الله يعني الملحق من عمتي ما راحش هدر. أيوه؟ بس انه بموظفين راحوا هدر. اقول لك الرجال هذا لا يقدر يشتغل ولا يقدر يعمل شيء. هذا ايوه والمدير ناشر. ايوه المدير ناشر. ها الا الاستقاق ولا هو مهمل ولا يقدر يعمل حاجه. خلوه يقوم ينظف الحمامات الان يلا. لا 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 انا جاي بمشوار من اخر الدنيا. اشو ينظف لي السياره اليوم يغسلها. اقول لك ينظف الحمامات. والله ما يغسل لي الا السياره. وننظف الحمامات. لا 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 السياره حقي مهمه. انا معي مشاوي. خلص يشرع السياره حقك. ايوه وبعدين ينظف الحمامات حقك. افتح قلبك دي شويه بس. قم نظف لي السياره على دول. تمام انا شي سيارتي المع اخس مش اخس احسن لا احسن يا اخي مش هكذا. قوم يلا هكذا. ايوه يلا اخراج يلا خلاص يا صفية خلاص نايم مع السلامة. لحظة يا ناشر لحظة. ما هو ما تشتاي. ها والكنافة ايش اخبارها؟ يا جنة احنا والكنافة مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا بالمدير ناشر مدير الفندق والبناشر مدير التوائر. يا جنة قد الفندق والبناشر ما دخل التوائر. اشي من خدمة صغيرة بس. انها صغيرة ولا كبيرة تفضل. المدى حقي واحم وانت داري بالوحام. وما دراني بالوحام انا ما جربت الوحام ولا جربت شيء. اسمع الوحام ضروري ندي لها اللي بنفسه. لو ما اديناش اللي بنفسه يطلع الولد بينه وحمة بدري ولا غنمي. احنا ضيوفك. انا دارنا ضيوفي خلاص هذا قدو مفهوم. ما هو اللي في نفسه بصل.
ما البصل موجود زهر يعني كم في كيلو ولا اثنين؟ لا 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 بصل محروق. بصل محرق؟ ايه تمام نحرقه. مش محرق للنهاية. ها يحرقوا يعني مش للطرف. لو حرقوا للطرف الوحمة تجيب الأطراف. أو لو حرقوا للوسط الوحمة تقع في سرة تمام؟ أيوه يسلم عليك يا مدير البناشر. الله يحفظك. الحين خلينا ندي بصل ونبصله. كبدة 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 أنت كبدة لكن أحلى كبدة بعتها للزمان بعتها للزمان. محمود أهلا أهلا. كيف حالك؟ أنا مدير ناشر. يا حي كيف أنت؟ الحمد لله تمام. لحن أمك؟ أمك إيه لما تحترم نفسك على الصبح. لحظة لحظة يا محمود لحظة مالك أنت هكذا؟ صلي على رسول الله. إن شاء الله عليه وسلم. أنا أقول أمك لما حملت بك في بطنها كم جلست في بطن أمك أنت؟ لا أنا حالة استثنائية أنا قعدت 11 شهر ما نزلتش مستعجل أنا. غريبة مع أن المفروض أنت 10 سنة يعني أقل شيء على الحجم هذا. إيه أنا في على الصبح. نسمعني خلاص أنا يعني أقصد النساء الطبيعية لما تحمل كم يقعد المولود في بطنها؟ الثدييات 9 أشهر. 9 أشهر يا محمود فيها خلال هذه 9 أشهر يعني بتكون المرأة يعني بيحصل لها حاجة يعني تتوحم تمام؟ أنا إيه علاقتي بالموضوع؟ اسمعني سؤال أنا أفهمك أنا أفهمك أنت أصبر يعني في هذه خلال الفترة هذه المرأة يعني الحامل يعني بيكون في نفسها حاجات تاكلها بتتوحم على حاجة تاكلها. أيوه حاجة تاكلها. وأنت نفسك في إيه؟ يا ما هو يا محمود انا بقول لك المرأة الحامل ما دخلك انا مني ماشي يعني تتوحم في عندنا مثلا هنا يعني ضيوف تمام والمرأة حقهم حامل ونفسها تاكل بصل محرق. محرق يعني ايه بصل محرق؟ يعني نجيب البصل ونحطها كده نحرقها تبقى محرق؟ يا محمود لا تحرقني قدام الضيوف. انا اقول لك يعني محرق يعني كيف افهمك يعني لا ناضج ولا ني يعني لا ابيض ولا اسود يعني نص خمده. نص خمده يا محمود. خمده نمره عارفه؟ نمو يا محمود دحين ما هو خمده نمره. ما انت كده بتقول لي اجيب البصل اعذبه معانا دي فزوره اللي انت بتقولها دي. لما اقول لك تعذبه انا اقول لك تحرقه. تحرقه عايزه تقليه زي بتاعت الكشري كده عندنا. ايوه تقليه. لما تقول تقليه يا اخي من الصبح. لا سهل نعمله لك يعني دي. خلاص تعملها؟ اعملها لك. الله يحفظك يا محمود. حبيبي حبيبي يا ناس حبيبي. اسمعني بقي حاجه اطلب منك طلب. اتفضل. يعني قريبي هذا مسعد عرفته؟ التلاجة البيضة دي. أيوة. عارفها. يعني يشتيك نفس المرة الأولى لما تشوفه تقول أنا المدير. يا جدع عيب عليك ده أنا اللي قايل يا مدير ومش عارف لما طلعت لك من الشباك. أيوة أيوة. لش هتقبضنا ولا إيه؟ الله يحفظك. يعني رفعت راسي. حبيبي يا ناشر. تمام المدير ناشر ها؟ حبيبي يا ناشر. وأنا من عيوني أخدمك أي حاجة يعني تريدها يعني. عيني عيني يا مدير. الله يبارك. أنا من ذا الحين؟ ما تحلش عليا بقى يا أخي ما تحلش. حاجني أنا أقول لك مع المدير ما يبوس اليد. ما. الحين أنا إيش اسمي؟ انت مدير ناشر. المدير ناشر. اي خدمه. الله يخليك. يلا كنت اللي بصل وحرقه. يلا يلا غرف داهيه. لازمك ابو شكله غرف بدايه. جاهز يا طيب؟ كم عبيت؟ عبيت 10 لتر سابق 10 3. تفضل زاد فضلك ان شاء الله. فمان الله. لعلم ابليسك وش تسوي انت؟ ما تدري ذي بنزين تفجر المحطه؟ قاعد العب. تلعب؟ اقول دم جملة فقع وجهك تفقيع. وش دخلك المحطة حق عمي؟ عمل يعميك انت وعمك. امشي يا معوي يا ابو راشد. وش ذا البزر ذا المهبول يا ناشر؟ يا ايش؟ يا ناشر. تقول لي يا ناشر؟ اجل وش اقول؟ قول يا مدير ناشر. افا بين يوم وليلة صرت المدير؟ هو يوم يا ابو راشد يوم يعني تقول ان انني المدير وان المحطة حقي ما يقع بك. أقول إنك المدير وإن المحطة حقتك. إيه ما يقع بك. لا والله أنا أبو راشد أنا ما يشهد زور.
لا انا ما شليتك المحكمة هي كلمة كلمة تقول كلمة واحدة ما قلت لك تشد على ارضية ماني بقايل اقول روح الله ولا الصحبة هذا قد احنا في الصحراء ضايعين تايهين وانت جالس بنفس العنجية ما من اواد مولاه اقول اسكت بس وهذا يلف عيالك اني لش يا صفية ايه ده؟ ايه ده؟ المزاولات دي بقى دي وقعت منين بقى دي كمان؟ استغفر الله العظيم يا رب ايه ده؟ ايه ده؟ خد يا خد ايه ده يالا ده يالا؟ ايه ده يالا سيل ده يالا؟ ايش هذا؟ ايش هذا ايه بس؟ سيب يا بابا الشعرية ايش هذا؟ سيب الشعرية بابا مكانها بابا وهذا ايش؟ ايه ده؟ يا ابني سيب يا ابني الحاجة يا ابني ما تتعبنيش معاك يا حبيبي يا بابا انا جيعان جيعان؟ انت لسه واكل يا حبيبي هجيب لك اكل منين تاني انا؟ جيب لي من هاي الفول اهو ده الدلع خلاص ما فيش منه فول تاني خلاص اسكت يا حبيبي واهدى كده اسكت مش اسكت يا بابا اسكت خلينا نعمل البصل لامك ما اسكتش يلا يا بابا يلا يا حبيبي عشان خلاص ايش ده هذا المكان حق عمي ناشر مكان عمك ناشر؟ ايوه المدير ايوه يعني عايز ايه يعني؟ عايز اكل طب يلا يا حبيبي عشان ما اقطعكش مع البصل يا حبيبي يلا ما تقدرش يلا ما اقدرش ما اقدرش؟ طيب تعال يا حبيبي انت تاكل بلوزه؟ ايش البلوزه؟ ايس كريم تعال تعال انا هعمل شويه ايس كريم الايس كريم اللي هو بيتاكل ده كده تعال يا حبيبي تعال 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 يا بابا بص خش هنا كده الله يخرب بيت بنت خاله عمه اخت اخو خال صفيه انا ايه اللي دخلني بالعيله دي؟ بس يا بابا بس يا حبيبي الله يهديك بس يا لطيفه كلمته؟ كلمت من؟ كلمته على البصل المحروق والله انك احرجتينا احرجتينا اقول ليش مدير فندق ومعه محطه وساح وباح واللي يقول له ده بصل محروق ايوه ملاني توحم علو ده اللي بنفسي اقول لك لو بنفسك حاجه ثانيه خلي بنفسك جمل حنيذ مفطح مشطح برز دي الحاجات مش بنفسي انا شي بصل محرق بس بنفسي توحم لك انت تاني ايوه انت توحمي وانا اكل ماليش دخل شي بصل الان خلاص قلنا اكلمكو بس يطلع الولد مقتل يا جنة على امش والله ما تتحملي المسؤوليه الا انت فين عطيه ابنك انا هنا وخارج يمكن ولا هنا ولا هنا مش خرج بيدك ولا لا ايوه خرج بيدي بس ولا يروح افضع بالصحراء دي ما يضيعش ولا حاجه ابنش زي القلم حق الصرافه يمطط ويرجع مكانه الله اكبر ما فيش داعي انك تطلبي جمال حاشي ماشي ساشي بصل كاشي بصل ماشي بصل عاشو ناشر انا ازر يا ما اللي حصل هذا ما اللي حصل طب ما هو اللي حصل هذا ضيوفك باقي يومي انا صدق ما تسكن انك انت جديد وانا انا السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته خير ايش في بالله قتلنا القمله قمله ايوه نصر نصر تحسن يا مسعد تحسن خلاص رغم ان انا اعشق لا لا باذنها لا لا ما شاء الله عليه ما شاء الله وبعدين مسعد دائما يوصيني علي ما يهمك شكرا اهم شيء تكون بعملك بالواجب تمام تمام على طول يلا يا لف الثلاجة والقلص تلعب انا على طول ونظف الدنيا على طول على طول من عيوني يعني تنظف من عيونك نظف يلا خلاص يلا خلاص يلا خلاص يا مسعد خلي ما انتش دريش توحمت مرتي على ايش ما في نفسي لا راحت لك وانا امك يلا محمود ايش
ايش بترش الذبانه؟ شش دم لكفك. انا بدي اكسر لكفك. شوف بيت الجمال بس يا اقرع. عايز ايه يا ناصر؟ ناصر كده حاف؟ اه ناصر بالجبنه. ايه يا عم عايز ايه؟ ضحكتني. المدير ناشر قال لي احرق بصل عشان قرايبه بتوحموا. ناصر مش ناشر، ناصر. ناشر المدير ناشر بتاع الفندق. على جنب بتوحموا ها؟ اه. تحرك بصل؟ اه. يلا يلا اهجع من هنا. اوكي من عيني. اهجع! من عيني يا شبيبة الجبل. يا حاج ايش معك هنا؟ روح عين لك عمل، روح اشوف لك شغلة. يلا! محمود! ايوه البصل جاهز؟ اه جاهز اهو. يلا شمي شمي تنفسي بعمق. يا سلام. الله الله يعينه ابني، الله يعينه. ها يلا شمي شمي كده. ايوه اكتمي بقى. الله الله. خذي واحدة ثانية احتياطي. ايوه من خشيشك بقى. ايه رايك؟ فل. الله يبارك. انت عارفني قريب لمين؟ لمين؟ شفت المدير ناشر؟ اه شفته. زوجته صفية؟ ايوه. ايوه هي كده. كده؟ نقرب لبعض. تقربي لها ايه؟ هي بنت عمة خالة اخت بس بس كده انا هتوه في العيلة دي، ايه ده كله ده؟ انا عارف انكم قرايب. اتفضلي عايزة ايه تاني؟ هي الان اسمعني. بالليل مع العشاء مشيك تعمل لي طماط محرق. طماطم محرق زي البصل كده محرق؟ بالضبط. وهتشميه؟ ايوه. بس انت كده هتبقي مدمنه. ما عليك اني بتصرف. تمام تمام. لا تنسيش رشيت ملح ورشيت كمون. حاضر. كبزره ناشفه. اه كزبره. بالضبط. تمام عادي اختلفت المسميات، اهم شيء تعمله. اوكي يلا. تمام. شميكي؟ لا معرفش ناشر جايب لنا مدمنين هنا ولا ايه. الله يرضى عليك يا صفيه، خليتيني مدير محطه. يعني كنت زعلان منك في الاول، لكن والله اني بدي ادعي لك ماذا الحين. اهلا بالمدير. اهلا. يا حيا يا حيا. اي حاجه اي خدمات، المحطه والمدير ناشر تحت امركم. انتوا اقارب يعني بنت خاله عمه جده ام صفيه. الله يفتح لك، واحنا فتحنا الصدق. الله يخليك. الله يفتح لك. بطلب صغير كذا. تفضل معهم. انت داري ان المرحقي واحد وحامل بالشهر الثالث. ما في نفسها. بترول. للسيارة؟ لا لطيفة نفسها. ليش تعطلت وتشغلها بترول ولا كيف؟ تتخور تتوحم. آه تشم شوية بترول. أيوه. فقد كنتوا في أرامكو يعني كنتوا لاحق تشم لو ما تشبع. الله عليك المستعان. المال هذا كله ومحطة سعمن أبي وتبخل علينا بنص دبة ولا بقارورة؟ إننا ما زحك، أنا ما زحك يا قريب خالة أم عمت خالة جتة صفية. الله. ولا خلي أخرج اللطيفة لعنك لعند البوم المحطة هذاك وتروح اللي في أو نغرة تشم حتى دبة ثلاث أربع خمس تشم لو ما يطلع الولد 50 دبة. عملك الواجب، لأنه لو ما ادينا لهاش بترول الولد يتقطوع. ولا يهمك خلوه يشرب بس. الله يفتح عليك. وما معنا لا نخدمكم. آه. الله يفتح عليك. قلتي لي بترول؟ ايوه. هي لا تقلقيش انت محطه ولا لك الا بترول. بس انا مشتكش عاد تهملي لي نفسك. مش فاهمه كيف يعني؟ يعني لو بنفسك اي شيء اطلبيها علشان ما تطلعش بالجاهل وحمه. بلا هوده هو انا اللي خايفه منه. لا تخافيش، انت عندي هنا جيب لك بترول، ديزل، غاز، اسيت، طين، حتى حطب ولا تشيليها. انا بدالك. يا ابو راشد. هلا هلا. اسكب لي بترول بدين. بنزين؟ ايوه. عندكم دباب معطل؟ لا ما عندنا دباب معطل. اجل وش؟ يعني عند الحين اللي قلت اشرح لك ساعه ما بتفهمش. ايه تقصدين الحين اني غبي وما افهم؟ حاشا لله، ده على اساس ان الذكاء يتناكع منك. بس انا قصدي ايش؟ في عندي وحده واحمه. وبعدين تشيت شم بترول يا ابو راشد. ليش؟ لو ما شمتش البترول جاهل بيطلع بوحمه. ايه ما فهمت والله. ونعرف بضاعتي وقد قلت لك انك ما بتفهمش. اسكب لي بترول قصر الفلسفه. اقول لا ترفعين صوتك.
وبعدين انا ما اصب بنزين الا لما افهم السالفه. انا معي من سالفه يا ابو راشد. وش فيك انت؟ بقول لك عبي بترول، عبي بترول، خلاص مشتي من السالفه. ذا البترول ذا خطير. انت ما دخلك؟ الولد معطل يشتي بترول يتحرك، عبله. وبعدين حتى لو نشرح لك لونر ما انا فاهم لا انا ولا انت، عبله بس هتتنفس. الحين على اساس انك فهمتني؟ اقول لك تكلم مع مديرك مثل الناس. مدير؟ اي مدير. تكلم مع مديرك مثل الناس، وبعدين فهميني فهميني، ما هو درس، يجي في الاختبارات، يلعب به. خلاص شيل التبه ودخل يا شمشم الجني هذا. تم تم يا مدير ناشر، تم. اي المدير ناشر ولا ما عجبك الثوب؟ وش دخل ثوب في الموضوع؟ مدري، امشي انه المدير ناشر. اسكبوا لي بترول خاربوني. طيب طيب يا عمه تحفه طيب. أقول يا ناشر وش فيه ذا ضيف؟ لحظة يا أبو راشد. فيه؟ لحظة يا أبو راشد، المدير ناشر، الناس ما قامت، أنزلوا الناس منازلهم وخاطبوا الناس على قدر عقولهم. مدير يلا أنت هتعيش الدور. طب إحنا عاملين كده عشان خاطر قرايبك دول. يا محمود خلاص كده، أبو ناصر وافق وأبو راشد وافق، مالك أنت معصب هكذا؟ وأنا أول واحد موافق وعملت اللي أنت مدير قدامه. طب خلاص خليني أعيش أنت. لا ما تعيش علينا إحنا يا عم. أنا على ما أعيش على الجن اللي في الصحراء، ما بلندوا عندي. وبعدين قرايبك دول عالم خنين أوي، ده حتى الواد طالع لازق كده وعيل رخيم. إيه؟ أقول لك إن مش قرايبي، ولهم قرايب جدة عمة خالة أم صفية، يعني مسافة ما بين الشمس والأرض، ما أعرفهم وحتى ما تعرفهمش. أنا لو مكانك أصلاً هتبرى منهم ومن صفية. أقول اسمع. آه يا أبو راشد. لا ضيفك، متى يروح ذا النشبة ذا؟ والله ما لي علم، أنا أتمنى ذا الحين يمشي. أهو قابل يا عم، التلاقة داخلة علينا إيه. العب. أنا في دهنك. مالك يا جنة؟ خارجني. خارجك مالك، المرأة ولدت ولا ما حصل؟ ما ولدتش ولا حاجة، أنا في دهنك خارجني، المرأة معصبة، شكل الولد هيخرج بينه وحمة. وكان ما في نفسه. بنفسي قالت شي ذا الحين سمك. سمك؟ سمك في الصحراء دي؟ أنت هذا الوحام وبعدها لبوا لي ولا اصطادوا. وش اللي سمك الحين في الصحراء دي؟ ايه ولا اصطادوا، ذا الطعم، ذا القارب وانت موجود، اصطاد. يا مسعد يا مسعد، خليها تغير حاجة، تغير غير السمك يعني. يعني مو جمبري؟ جمبري جنبي. أقول لك يا جني ما أبو سمك دحين، السمك نايمات، يعني خليها تغير حاجة. هو موهن، أنا ماليش داري، أنا ماليش داري. يا مسعد أقول لك القوة يا ابني. أقول لك ما أنتش داري بل ما تعصب. ما تعصب ما تعصب، الحين ادور لك اكو ملاحق لك السمك في الصحراء، ما ابو سمك في صحراء، ما ابو جن حتى في الصحراء. طيب مو قله مو قله. ولا ترقد. مني لنا. وانا وين ارقد؟ في الترج. شكلي ارقد بالصاله. ها صفية. ها ناشر، كيف حالك؟ حالة جن، جالس اني لحق السمك في الصحراء. ليش؟ للبي رغبات بنت عمة خالة امه الواحمة هذا. ها اهم شيء انك تكون تجملت معاهم قوي، يعني بيضت وجهي. بيضت وجهك؟ لكن انا وجهي اسود. ويحي مسافرين ان شاء الله بكره الصباح يندلفوا من هنا. ناشر ما تديني معاهم ورقاتي جمال توصل لعندك. ما هو السلامه، هتديني معاهم عاد تشتري رساله رساله ما يكفيش رساله تتبر لهنا. يلا العب معاكم انتوا ولا كلامنا امه، ما بلا لعب سوا. ايش فيك انت؟ جني يعني لا لعب ولا قرايب ولا عيشه. قرايبك لذيذين طيب. يا شيخ نفسك كبير الحين، افكك الحين، افزع وجهك كبير. اقلب. اللي جايزين انت عمال يطرح الشنطه علي. ولا يهمك ولا يهمك يا مدير ناشر. ولا ارفع صوتك اياه. ما منعهم ولا ولا. انا طيب ناهيك. ترى بالشنطه. طيب. والله يا عم ناشر مشتاق دعوه. ان الذي جزع معك اهل معك ناس يسالوا عليك مع عيال معك جن، خلاص ما بقطوع من شجره. ومعي شنطه وين هي؟ هاي الشنطه يا ناصر. شنطه ثانيه، دي شنطه ثانيه حق الضيوف. هاي الشنطه ثانيه حق الضيوف. هي ومريض ومريض. كذا يروحوا لهم؟ ايوه كذا يروح لهم، الشنطه الثانيه بسرعه. والله ما نشري. انا عامله مثل ابي. نفس ابي يعني قدو شيبك ابي السن. والله ما نشري جزع من عندك، بس انه الظروف اجبرتنا. الله يحفظ الظروف هذا. انا يعني سعيد بالظروف هذا. يا هذا الشنطه؟ ايوه الشنطه هذا لها يا الهدايا حقهم يا جني. عاشوا. شو الصدق يا عم ناشر؟ انا الصدق واللي الان لعند اصحاب البلاد كلهم. اقول لهم لا يروحوا لهنا ولا هنا، يجوا عند عمي ناشر. انا ترب ربك ترب ربك، وانا اشتي منكم انتم تقولوا لصفيه ناشر لا يعرفش ولا تعرفي، وجاء شنطته وبيت ابوها. تمام
تصدق؟ والله يا ناشر أنا كمان هنا انبسطت جدا، بس يعني كان بنفسي. بنفسي توكلوا، ليس سيارة، هذا اللي بنفسي هي. تضبط تعاجني. اطلع هي. يغلقوا الطريق. طلع من أقول لك. لا تخدر. ريح لا تخدر، لا تحرق السيارة. حاضر. رعد الله. مع السلامة بنفسي، إذا لا لو تجي يوم لا توحم أنا، طلع هي يا جني. إذا أنا خاورت مشاو. اسمع يا ناشر. خلنا الغرفة كلا تأجرش أمانة إني غرفة من هنا بعد خلي احتمال نحن نكون نزورك واصل وأنا احتمال لو تجي لك سر رجلك وخليك مكسور واصل لحظة 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 تحركوش فأنا عطية ابني عطية؟ وانا عطية؟ إيش دراني؟ قعدت أقول لك اسكت يا بابا اسكت يا حبيبي ما تضايقنيش هعمل أكتر من كده أديني عملتك شاورمة لحمة We'll be right back.